الحديقه ديال مراه الله كانت تبدي ديالها في سنه 1985 في اطار البرنامج ديال المحافظه الجافه، وكان الاشجار والاغراس اللي كانت موجوده فيها كان واحد النوع اللي ما كيتناغمش مع المجال الحضاري، كتخص في مجال الغابه، وكان تم التهيئه ديالها في 2008 بحيث تم هذاك حفل كل نوع من الاغراس وتهيئه بعض الممرات. احنا حاليا في هذاك اطار التهيئه ديالها بصفه جذريه في اطار برنامج التهيئه ديال المدينه، بحيث الاشغال اللي شفناها سواء الحديقه ديال مولاي عبد الله والحديقه ديال الجمالي كتهم التهيئه ديال الممرات، التكسيه ديالهم بنوع من الاسمنت ذو جوده، بالاضافه الى تغيير النوعيه ديال الاغراس اللي تبقات اللي عندها الطابع غابوي، بحيث داروا نوع من الاشجار اللي عندها الطابع حضاري، بالاضافه الى اغراس ديال التزيين. كذلك تم التهيئ ديال واحد المرفق ديال عباره عن كشك ومقصف ومرافق صحيه، وكذلك واحد الفضاء ديال الالعاب. في اطار الحمايه ديال البيئه والمجال النظيف والتنميه المستدامه، حتى الاناره فكرنا باش تكون اناره عن طريق الطاقه الشمسيه، اللي اولا الاقتصاد في الطاقه، وكذلك المحافظه على البيئه، لانه كنعرفوا بانه النوع ديال المصابيح اللي كانوا اللي عندهم بالصوديو كيديروا انبعاثات ديال ثاني اكسيد الكربون كتكون ملوثه، هذا هو النوع ديال المصابيح هي من اللي ما عندهمش الانبعاثات ديال ثاني اكسيد الكربون. كذلك تم تزيين ديال الحديقه بالنافوره، سواء في الحديقه ديال مولاي عبد الله او الحديقه ديال اشبابي. ذاك في اطار المشروع ديال التهيئه ديال الحديقتين، عندنا تهيئه ديال الفضاءات الخارجيه المحيطه بها بالبرابس. التكلفه ديال الاشغال بما فيهم تهيئه ديال الحديقه والاناره العموميه والتهيئه الخارجيه 7.36 مليون درهم. الاشغال راه قريبه باش تنتهي، تقريبا عندنا واحد النسبه ديال 95%.